أكدت ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل أن المكملات الأساسية للصناعة تساهم في تعزيز القطاع الصناعي أمام الشركات الأجنبية والشركات الناشئة. وأوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه تم تقديم توصية بتعزيز المكملات الأساسية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة كخطوة أولى قبل تعميمها في باقي الصناعات. احنا اشتغلنا على ان احنا نبني المكملات الاساسيه للصناعه، البيلدينج بلوكس بتاعه الصناعه، السبلاي تشين والفاليو تشين. ده لما بيكون موجود ده بيعزز قوي من فكره النو هاو والتكنولوجي الجديده داخله. صغار المصنعين بيلاقوا شركات اجنبيه داخله بتعمل معاهم بارتنرشيب. لما بتيجي شركه كبيره كمان بتكون بتلاقي السوق فيه كل مدخلات الانتاج اللي هي عايزاها، فبتكون قادره ان هي تدخل وتبتدي انتاج سريع وتوفر وقت واستيراد مستلزمات انتاج، بيكون كل ده متاح. فاحنا برضو كان من مقترحاتنا ان احنا بنبني السبلاي تشين بتاعه صناعتي المنسوجات والملابس الجاهزه، ويعني ربنا يسهل، ولو الموضوع ده مشي كويس نقدر نحققه بعد كده في اكتر من صناعه.